جعل معناها خلق، جعل معناها في حق الله ها هنا خلق، كما جاءت كلمة جعل في القرآن كثيرا بمعنى خلق، كما قال الله عز وجل وجعل الظلمات والنور. ما معنى وجعل الظلمات والنور؟ أي وخلق الظلمات والنور. هذا من جملة معاني كلمة جعل في القرآن. وإلا كلمة جعل قد تأتي في مواضع بمعنى غير الخلق، غير الإيجاد من عدم، قد تأتي في القرآن بمعنى التسمية، كما قال الله عز وجل وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. هنا وجعلوا ليس معناها وخلقوا، إنما وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أي سموهم إناثا. فجعلوا هنا معناها سموا، يعني هؤلاء الكفار المشركون سموا الملائكة إناثا، أي قالوا إن الملائكة إناث. فمعنى قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا معناها سموهم إناثا. أما مثلا قول الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ما معنى وجعل الظلمات والنور؟ معناه أي خلق الظلمات والنور. كيف نعرف ذلك؟ كيف نعرف التفرقة في معنى كلمة جعل في هذه المواضع؟ أهل العلم يبينون لنا فائدة نحوية، يقولون إذا تعدت كلمة جعل إلى مفعول واحد فتأتي بمعنى خلق، إذا تعدت كلمة جعل إلى مفعول واحد يعني جاء بعدها مفعول به واحد فمعنى جعل خلق. يعني هنا إذا نظرتم في هذه الآية الله تعالى قال وجعل الظلمات والنور، الظلمات مفعول أول وليس بعده ثان، فتكون كلمة جعل تعدت إلى مفعول واحد. أما النور فهو معطوف عليه، معطوف على الظلمات وليس مفعولا به ثان. فهنا كلمة جعل بما أنها تعدت إلى مفعول واحد فمعناها خلق. أما في آية الملائكة الله تعالى قال وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، قلت معنى وجعلوا هنا سموهم إناثا. هنا جعلوا تعدت إلى مفعولين لا إلى مفعول واحد، فحين تتعدى كلمة جعل إلى مفعولين انتبه قد تأتي بمعنى التسمية، معناه أحيانا تأتي بمعنى التسمية كهذا الموضع كآية الملائكة وجعلوا الملائكة، الملائكة مفعول به منصوب أول، هذا مفعول أول، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، إناثا مفعول به ثان، الملائكة هو المفعول الأول وإناثا مفعول به ثان. فإذا تعدت كلمة جعلوا أو جعل إلى مفعولين فتأتي أحيانا بمعنى التسمية كهذا الموضع. لذلك وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أي سموهم إناثا. أما إذا تعدت كلمة جعل إلى مفعول به واحد لا أكثر فتأتي بمعنى خلق، كما في قوله تعالى وجعل الظلمات والنور.